قوله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذه لها سبب نزول، وسبب نزولها هو بيان لواقع أهل الجاهلية. كانوا إذا مروا بواد في سفر قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيأمن على نفسه وأولاده وماله بهذه الاستعادة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنكارا لفعلهم.